هسا المسألة اللي حليناها قبل شوي هون بدنا نحاول نحلها بطريقة أخرى بناء على إيش كلام زملائكم. فهسا بدنا ناخذ الجزء هذا ليفت هاند سايد نفس الإشي، يعني بدنا نحكي إيش بدنا نبلش بإيش بالليفت هاند سايد. تمام تمام يلا شو القانون اللي بدنا نطبقه؟ لو رحنا على القوانين، واحد من الطلاب بيقول لي انا بدي اطبق القانون الاول، ها اللي هو شو القانون الاول؟ بيقول لي هيو ها نط الليفت هاند سايد، يعني بدي استخدم القانون هذا. اذا بدنا نستخدمه النط كيو شو بصير؟ كيو صح؟ نط كيو بتصير كيو كيو نط كيو كيو اور ايش؟ النط بي بضلها نط بي صح؟ نط بي نط بي مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. طيب هاي بتكافئ هاي؟ لا انت بتحكي لي ما بتكافئ هاي صح؟ انا بدي اقول لك طلع بدي اتلاعب فيها، بدي احط هون النط كيو او اسف النط بي اور كيو. شو استخدمت انا؟ يوزنج ايش؟ كوميوتيتيف لو. طب اكمل خطوه احتجت خطوتين الليفت هاند سايد. هسه بقدر احكي انه الليفت هاند سايد شو ماله؟ يكافئ الرايت هاند سايد صح ولا لا؟ يعني تقريبا نفس عدد الخطوات بالاولى والثانيه ولا لا؟ الثانيه بس الثاني اوضح، الثاني اوضح. انا بعيدك الثاني اوضح. تمام طيب خلينا نشوف مسائل، يعني هاي المسائل مباشره لحد الان. طيب بنروح على يوزنج لوجيكال ايكوفالنسز، هاي اخر مساله حليناها صح؟ هاي المساله حليناها وهاي حليناها وهاي حليناها، هاي حليناها هسه. دكتور طيب هاي ما حليناها صح؟ بدنا ناخذ هاي، هاي بدها شغل، شايفين طلعوا بدها شغل، يعني مستخدمين الكوميوتيف والديستريبيوتيف لو وسوالف يعني. تمام شغل نظيف. خلينا اوريك كيف انه مش هالتعقيد. طبعا هي مش محلوله، انا اللي حطيت لكم اياها ترى، مش موجوده حتى على النت او شيء زي هيك. تمام هذا حسب علمي، بجوز تطلع على النت، بجوز انت اشطر مني. طيب كيف بدنا نثبت انه هاي تاتولوجي؟ نبدا بالليفت هاند سايد ولا الهول اكسبريشن؟ بقول استخدم الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض ممتاز، بدنا نبلش بهذا. يعني ايش هنا؟ ستارت ايش؟ ويز هول ذا هول، ايوه وذ هول اكسبريشن. تمام يلا شو بدنا نساوي؟ خلينا ننزل المساله كلها على صفحه جديده احسن لنا. يلا احكوا لي ساعدوني، يلا قولوا لي شو اساوي. بنبلش جوا القوس. طلع طلع هسا انا مين مانعني اقربهم على بعض على اساس اني اساوي لهم اكسبريشن؟ ايش لاحظ؟ في عندي امبلاي هنا وفي عندي ايش؟ الامبلاي. في عندي تو امبلاي، هن اللي مانعتني اقرب الكيو والبي مع بعضهم بعض واسويهم ترو فولس صح ولا لا؟ صحيح. بنغيرهم على القانون الاول هذاك. طب شو بساوي؟ بستخدم القانون الاول. وين القانون الاول؟ هذا الاور. هذا مضبوط ولا لا؟ مضبوط. طب بدنا نستخدم القانون هذا. الخط كبير ولا كويس؟ ممتاز ممتاز ممتاز. اذا هذا القانون اللي بدنا نستخدمه. خلينا نطبقه على هاي، على الجوانيني هاي، بعدين بنطبقه على هاي اذا شفنا انه مناسب نطبقه. اتفقنا؟ بدي اطبقه على هاي اول شيء. دائما الشغله الغريبه حاول اتخلص منها. فانا شفت البي امبلايز غريبه بدي اتخلص منها، اتفقنا؟ تمام يلا ساعدوني بالله. يلا ها هي اخذت هذا نزلته لتحت، قلتوا لي ايش هنا اساوي؟ اساويها ايش؟ نوت نوت البي اور نوت البي او نوت البي هون ايش؟ اور اور كيو اور كيو. تمام تمام طيب هسه واحد من الطلاب بيجي يقول لي بدي ابلش بالامبلايز هاي صح؟ مضبوط ولا مش مضبوط؟
يعني ممكن ممكن بس انا عندي ملاحظه ثانيه. طلع هذا اخلص من نت اولويه الاقواس بس هذا طلع شو بزبط نطبق عليه اولويه دكتور نقدر نغير مكان الاقواس ما بتاثر. كلامك صح بس طلع شو قصدي انا. تعرف ايش قصدي؟ طلع هذا في قانون عليها قانون عليها. اول شيء طلع ايش بدي اسوي لك. بدي اخذ لك هذا المقطع كله. هاي بدي اسويها ايش؟ Q or not Q not B B. شو استخدمت؟ using ايش؟ communication قانون التباديل. هسا 2 زائد 3 نفسها 3 زائد 2. فهسا الان هنا الان هون ولا هناك مش فارقة معي. اوكي تمام. انا شو اللي سويته انا بالله؟ عملت عملية تبادلية. لا انا كان قصدي ابدل شيء ثاني. انا اسف حطوا عرفتي برضه يوزنج كوميتيتيف لو. بس ايش كان قصدي انا؟ الناقص كيو وين احطها؟ هون. وهون ايش احط؟ الان يوزنج ايش؟ عشان نريح نظرنا. مين يقول لي ليش سويت هيك؟ عشان نقدر نستخدم الاسوشيتيف لو. عشان اقدر استخدم الايش؟ مش الاسوشيتيف، ديسبيوتيف لو. شفت الديستريبيوتيف لو وين 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 قانون التوزيع. تمام ديستريبيوتيف. ندخل عليها البي اور تيجي مع الكيو. البي اور تيجي مع الار. شو اللي بيجمع بيناتهم الان؟ هسه بدنا نرجع هون. نحط الكيو نشتغلها مع بعض. تمام. هاي صارت ايش؟ يلا نحط الكيو اند نحط البي. طيب ماشي not the Q and not B. صح؟ هاي expression لحالة صح؟ or not the B and the Q or not the Q and the Q. not the Q and the Q اللي هي true بتكون false. not the Q ايش قلت لي؟ and the Q and the Q. هون بيكون خلصنا من الاكسبشن هذا. بعدين implies not B صح؟ implies او اسف مش implies implies not B implies not B. هسا طلع شو صار عندي هون؟ not the Q or not B. هاي بقدرش اشتغل عليها شيء. بس هون not the Q or Q دكتور هاي فولس and Q. اشو دائما اجابتها؟ فولس. شو القانون هذا اللي ايش اللي بحكي لي الحكي هذا؟ ها شو اسمه؟ domination laws. domination laws ولا negation law؟ negation law. negation law. اذا شو القانون اللي استخدمته انا هسه قبل النيجيشن law؟ شو اسمه؟ using قانون التوزيع. القانون اللي استخدمناه قانون التوزيع هنا. ها تمام. هسه شو بدنا نسوي؟ يلا بدنا نستخدم قانون النيجيشن law. هاي ايش صارت؟ ناخذ هاي كلها. هاي ايش قمت تحطها؟ فولس صح ولا لا؟ فولس مضبوط. هذا باستخدام ايش؟ ايش؟ نيجيشن لو. ممتاز. طيب هذا الاكسبريشن اور فولس. ايش اور فولس؟ بالله دائما ايش تطلع قيمتها؟ اور فولس. اور فولس ولا في حاله واحده؟ الايدنتيتي لو. شو بطلع الاكسبريشن الاخر؟ هسه باستخدام الايدنتيتي لو نيجي هنا. هاي ايش اجابتها؟ بتطلع not Q and not B. ايوه. اذا هون هاي اور فولس بيطلع لك اكسبريشن هذاك. يوزنج ايش هذا؟ ايش؟ اتوقع ايدنتيتي. طب كمل هسه. شو بدنا ندخل عليها هاي؟ بدنا نخلص من الامبلايز هاي صح؟
على القانون أول قانون. طيب أول قانون صح؟ turn not left hand side or right hand side. طيب يلا حلي لي إياها عنا. هاي بتصير إيش؟ طيب بتصير not not you and not the expression هذا صح؟ مزبوط. حسب ندخل ما حسب نستخدم دي مورغان لو عليه or إيش؟ or not البي نط البي. طيب لازم ندخل هاي النط عليها صح؟ يلا شو رأيكم ندخل نستخدم ال double negation والديموغراف في نفس الوقت؟ نط نط البي إيش بتصير؟ بي صح؟ لا هاي كيو. كيو or إيش؟ or بي or بي صح ولا لا؟ yes. صارت Q or B مزبوط ولا لا؟ مزبوط. Q or B إذا غلطانين احكوا لي. غلطنا بإشي لحد الآن لا سمح الله؟ لا. طيب خلينا نكمل. هذا إيش اللي استخدمناه هسا؟ Using Jim Morgan إيش؟ لا. دي مورغان لوز وايش استخدمنا بالله شو القانون الثاني اسمه الدبل نيجيشن دبل نيجيشن طيب هسا شو بدها تصير هاي بالله هسا كيو هسا كيو اور بي اور نوت كيو كيو اور نوت كيو شو الاجابه بالله نوت بي هاي دكتور هاي نوت بي بي اور بي نوت الاجابه بي اور نوت بي ترو ترو اذا صارت هاي كيو Q or true. Q or true. هذا باستخدام إيش بالله؟ شو القانون اللي استخدمناه هنا؟ مين يقول لي؟ B or not B. نرجع هذول. Identity. B or not B. شو قانون إيش هذا؟ Negation. Negation law. إذا بالنتيجة استخدمنا negation law using negation law. هسا Q or true شو القانون اللي بدنا نستخدمه هسا Q or true ال identity Q or true domination true yes domination بدها تطلع الإجابة true دائما true true تمام شو طلعت الإجابة معي true using إيش هذا شو اسم القانون domination law domination لو no. وكان طالب اثبات انه توتولوجي عشان هيك بلشنا بالاكسبريشن كامل لانه توتولوجي بنبلش بالاكسبريشن كامل وضحت الصوره واضحه شفنا كيف تدرجنا بالحل حتى لو بالخطوه هاي عشان اطمن بالك حتى لو جيت هنا انت ودخلت ايش مباشره يعني انت طبقت هنا الامبلايز ها بدل ما تستخدم الكوميوتيتيف والايش والديستريتيف كان بامكانك شو تستخدم هنا كان بامكانك تستخدم ايش الهايبوثيسيس امبلايز كونكلوجن ها وتحولها لايش لنط ليفت هاند سايد او رايت هاند سايد تمام يعني هون محتار انت شو تشتغل بلشت بالامبلاي بلشت بالامبلايز الاولى بعدين هون قررت تبلش بالامبلايز الثاني مش غلط بطلع معك نفس الاجابه اتفقنا تمام بس في ما بعد واضح الامور يا شباب حدا عنده اي سؤال تفضل في حدا عنده اي سؤال انا جاهز حتى الشات اكتب لي على الشات اي سؤال انا عادي بجاوبك ما عندي مشكله طيب هذا دكتور بس خلينا نشوف مسائل اضافيه غير هاي هاي المسائل اللي حليناها بسيطه هيك شوي طيب شو رايكم هاي نحل المساله هاي دي هاي حليناها ولا لا هاي بالله طلع لي هاي حليناها بي امبلايز كيو اور نوت كيو امبلايز نوت بي حليناها قبل شوي هسه هاي اللي هسه حليناها هسه حليناها هاي حليناها هسه صح دكتور هون حالها بطريقه ثانيه اوريكم كيف حالها
طلع الحلين طبعا حلي هذولا طلع البروبوجينال ايكوفالنس طلع مش بادي لك هنا بي امبلايز كيو ان نوت كيو امبلايز نوت بي مش بدينا بالجزء هذا هون استخدمت انت قانون الامبلايز غيرت هاي صح يس مضبوط مره ثانيه رديت ايش استخدمت انا هنا الامبلايد لاحظت ملاحظه هنا طلع هنا لاحظت ملاحظه هون هاي نوت البي اور كيو اور كيو اور نوت بي لاحظوا مش كلهن اور هذول صارن يس ما دام كلهن اور بطلت تفرق معي بامكاني اجمعهن صارت هاي نط البي اور كيو نط البي اور كيو اور كيو اور نط البي هسه باجي بقول لك افرض انه ار بتساوي نط بي اور كيو اذا هاي بستبدلها بار وهاي شو بستبدلها هاي كمان بار ليش قدرت اجمعهم مع بعض واحد بيقول لي انت ما راعت الاقواس باجي بقول لك يا صاحبي كلها صارت اور فصارت فصارت نط اور 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 ايش بتساوي هاي بس هون شو استخدمنا هون شو القانون اللي استخدمناه هون يوزنج ايش القانون هذا استخدمنا نيجيشن نيجيشن لو نيجيشن لو لا الديمورجن هاي بدكم تحفظوها نيجيشن عارف هذا بدكم تحفظوه شو قلت لكم هم عشان التوتولوجي هذا القانون قلت لكم مهم صح ها قلت لكم القانون هذا مهم والقانون هذا مهم ايدنتيتي كمان ايوه الايدوبوندنت لو برضو مهم عندي الكومتيتيف لو مهم عندي بس الدرجات مختلفه اتفقنا يعني هنا شو القانون يوزنج ايش شو القانون حكيتوا لي نيجيشن نيجيشن لو طيب هذا اثبات شايفين هذا أفضل. الحل هذا مرتب اكثر بس اجدع هذا بسيط ملاحظه دققت فيه انتبهت عليه والله تمام هذا الحل برضو بنزل لكم اياه هيو ها هي كلهن بالفولدر هذا طب خلينا نحل المساله هاي ها مساله ثانيه كنترول سي طبعا انت كل ما تحل بتكتسب افكار كل ما تحل بتكتسب افكار عدا ذلك مش اذا جاك سؤال بالامتحان وانت مش مكتسب افكار على الفاضي طب لو قلت لك اثبت لي انه هاي لوجيكالي كوفالنت مع هاي بتبلش بالرايت هاند سايد او مين بالرايت هاند سايد خلينا نبلش شو الملاحظه بتقول لي وستارت ود ايش هون ليفت هاند سايد تمام انا حطيته في مكان غير مناسب صور في مسائل بعدين ولا لا دكتور خلينا نجرب نحل على الرايت هاند سايد يعني نغير شوي في شغلات ما بتنحل على الرايت هاند سايد هسه بعطيك مثال عليها هذا هاي الدوكمنت تاعك المفروض ما اجي هنا انا اسف لا انا ما سويت شيء غلط انا نسخت على الملف الغلط هون طلع هذا ليش ما بنقدر نبلش فيه من الرايت هاند سايد العمليه حتكون صعبه نط بي اند دوت كيو بدك تزيد دائما اسهل عليك تبدا من يختار وتقلصهم وتقلصهم صح بنقدر نبلش من هون بنقدر انا ما عندي مشكله بنقدر بس عمليه اصعب بس بنزيدهم رح نزيدهم فاسهلنا بنصير نزيدهم بنصير نستخدم الريفيرس رولز هسه حنستخدمها ان شاء الله في مساله ثانيه ان شاء الله بوضح لكم اياها إذا هنا وستارت وذ ليفت هاند سايد إيش القانون اللي بيفيدني بالله؟ مين يساعدني؟ دي مورغان لو صح؟ دي مورغان هاي صارت نط البي يلا باي أور نط البي آن النت تقلب أور صحيح هاي نط البي الأور صارت آن مضبوط؟ هنا صار عندي إيش؟ نط مضبوط؟ مضبوط صح ولا مش صح؟ صح. طب يلا شو اللي استخدمناه هنا using ايش دي مورغان لو طيب شو دخلنا الدكتور برضو بدنا نستخدم دي مورغان لو صح فشو بدنا نصير هاي بننزلها هون نط البي هاي صارت نط مع النط بتروح النط يعني صارت ايش هاي بي هسه هاي صارت ايش اور هاي صارت ايش عندي اور تمام
by not. 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 إذا using the Morgan law إيش كمان؟ Using the Morgan و double negation. Double negation. طيب يلا. طيب هسا not the B and B هاي false. هسا not the B and إيش؟ not B, false. B and B false. شو جابتها؟ false false. False. تمام طيب. False or not with you. هذا شو القانون اللي استخدمته أنت؟ Negation. Not the B. هذا negation law. إيش اسم القانون؟ Negation law. طيب هسا false or not Q false or not Q طبعا كل شيء انا علق عندي بس دقيقه شوي دكتور هاي بدها تعطينا not Q نفسها على ممتاز شنو القانون هذا اللي فوق identity laws الايدنتيتي لو ممتاز 100% صح اذا هسا ايش صفت عندي صفت عندي not Q not Q طبعا جهاز معلق عندي using ايش the identity law طيب دكتور هيك ما جبناش المطلوب طيب اذا ايش مش لوجيكال ايكوفالنت لهاي صح لا تمام مش لوجيكال ايكوفالنت لو حاولنا فيها لو حاولنا فيها اكثر من مره مش حتطلع لوجيكال ايكوفالنت لهاي تمام اذا مش لوجيكال ايكوفالنت تمام حاول جرب فيها هون. اللي بتطلع معاه لوجيكال ايكوفالنت تحكي لي بالله لا مش راح تطلع اذا حدا بجرب حل هاي وتطلع معاه لوجيكال ايكوفالنت ما عندي مشكله طيب يعني مش شرط دائما يطلع معنا حل طيب انا بدي اخترع عليكم اقتراح اصبروا علي شو رايكم نستخدم الديستريبيوتد لو هنا شو رايكم ها انا بنجرب طيب. يلا ما هنا قاعده طيب الله طيب يلا احكوا لي بناخذ الجزء هذا صح يلا دخل لي اياها يلا طيب هاي صارت ايش بي ساعدوني لخربط بي اور ايش نات البي صح بي اور نات اند ايش بي اند بي بي اور بي اور كيو اور كيو مزبوط ولا مش مزبوط مزبوط تمام طيب ها يلا احكولي يلا شوركو طيب دكتور هسا مين يقول لي شو بدي اساوي يلا في وحده على النقاش اللي هذا حبايبي يلا البي او على النقاش يلا البي او بي ترو البي او البي او نوت بي على النقاش اللي هو ترو اذا يلا خطو خطو بنحل بس نتذكر ايش استخدمنا هون using distribution طيب بعد ما استخدمناها طبعا يلا بي اور نوت بي هاي ترو اور نوت بي هاي ترو ترو ايش القانون نيجيشن لو using ايش نيجيشن لو طيب دور ندخل النط بتاع الاقواس لا ما تدخل هسه ترو اور بي اور كيو ترو ان كذا كذا بيطلع الجواب ترو اور بي هي البي نفسها شو القانون هذا اللي استخدمته انت بتكون ايدنتيتي لو ايدنتيتي لو يوزنج ايدنتيتي لو طيب دخل لي النط طيب ندخل بتصير نط بي and not like you b and q and not like you ضبطت معنى اثباتها ولا لا هاي المره زبط ضبطت سبحان الله اذا هذا الطريق ما اعطانا حل صح استاذ دكتور بجوز في غلط بالخطوات فوق او المشتغل اللي رايحه هيك ولا هيك والله ما انا مش شايف فيه غلط إذا في غلط تعليق من عندنا ولا من عندك؟ إيش؟ التعليق النت من عندنا ولا من عندك؟ والله ما بعرف بدك إياني أفصل وأرجع أدخل ولا إيش؟
لا لا عادي تعال عنده معلق زي الوقت خلص فعليا مش مشكله بس باقي لنا 5 دقائق خلينا نشوف المساله الثانيه الله بعين انا حنزلكم اياها المحلولات على كل حال ما عليكم اشكاليه ان شاء الله تمام تمام طيب شو كمان ضايل عندنا هاي اثبتناها ضايل عندنا اخر مساله بس هاي اصبروا علي هاي يلا هاي تمام تمام كنترول سي هاي ان شاء الله 5 دقائق بنكون حلينها بروب اثبت لي هاي انها بتكافئ هاي يلا طبعا ناخذ الليفت هاند سايد على الانت start with left hand side اتفقنا تمام تمام طيب هسه شو بدنا نسوي بدنا نتخلص من مين من الامبلايز تنتين هذول مع بعض اذا بنستخدم القانون هذا صح مظبوط هاي بتصير ايش هاي نط نط البي نط البي اور كيو اور كيو وهاي نط البي اور ار صح صح نط البي اور ايش ار تمام طيب شو بنقدر نسوي فيها هاي هذيك ترو او فولس متاكد بس اول واحدة على اليمين نت كيو لا لا ما فيش لها علاقة انا بلشت بهاي هاي نط بي اور كيو هاي اللي هون عندي ايش نط بي اور ار ما عندي اشكالية فيهم تمام مين ذكي فيكم ينتبه لي بدي اعلمكم على شغلة واحد فيكم ذكي يقول لي شو ملاحظته دكتور ممكن ناظر يلا اصحاب عامل مشترك انهم ماخذينه من القانون ما في عامل مشترك هون طلع لي على القوانين هاي انا هسه بدي اسهل عليك المهمه ها يلا اي واحد عامل مشترك ايوه عندنا 3 متغيرات لما يكون عندي بي اور كيو اند بي اور ار لما يكون عندي مرتب جاهز اي معناها بي اور كيو اند ار يس لما يكون عندي B and Q or B or R هاي معناها B and إيش Q or R يلا هاي مين يساوي الإسقاط عليها يلا ساعدوني دقيقة هذا الملف هذا الورك سبيس تاعنا يعني مفروض هذه هنا هاي المسألة Ctrl C C or R شو هاي احلها هنا عشان ما أخربط يلا فقلتوا لي ايش بنسحب النط بي صح؟ نط فهون باجي بحكي نط البي بي. ايوه اور اند اور اند اند طيب اند ايش؟ كيو نط بي اند اور ولا اور؟ اور اور دكتور اور مش اند ممتاز ايش يلا كيو اند ار كيو بين قوسين كيو اند ار اند ار مش اور ار تمام ولا لا؟ يس طيب شو القانون اللي استخدمناه هون يوزنج ريفيرس ايش؟ ديستريبيوت بامكانك تحكي ديستريبيوتد فلو ما في داعي تحكي ريفيرس ديستريبيوتد فلو يعني استخدمنا قانون التوزيع بس بشكل عكسي استخدمناه هسه هاي ناقص بي اور كيو ار شو بدنا نطبق عليها ها شايفينها هاي كنترول سي بدنا نستخدم ايش القانون هذا برضه بشكل عكسي يلا استخدموا لي اياه هذا ايش بكافئ بي امبلايز ايش Q and R. إذن إيش أثبتنا إنه left hand side إيش ماله يكافئ
الرايت هاند سايد. وشكرا لكم. هي خلصنا بنكون تمام. ان شاء الله بكره بنزل لكم محاضره جديده. هاي محاضره مجرد مراجعه وحل امثله. اتفقنا؟ تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الله يوفقكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. يعطيك العافيه دكتور. اهلا الله معكم. مع السلامه. على الغالب بكون عندنا محاضره الاربعاء او بجوز ننزل فيديو بدالها. يعني مش اعطيكم بكره وبعد بكره. اوكي. تمام؟ بس في واجبات. يعطيكم العافيه. تمام. يلا يعطيكم.